خلينا بقى نتكلم على كأس العالم للأندية، وعايزة أسألك إزاي تابعت تتويج النادي الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه؟ أكيد النادي الأهلي قدم أداء جيد في المشاركة الأخيرة، ممكن لم تخدمه القرعة أو الظروف لما لعب بايرن ميونخ مبكرا، ونعتبره ذاك النهائي الحقيقي، لأنه لو كان يعني أمام فريق آخر يعني من الفرق الموجودة كان وصول الأهلي للنهائي كان أكيد مؤكدا. لكن المشاركة كانت مشاركة جيدة، استفاد منها الأهلي، وإن شاء الله يعني الأهلي يبني من التجربة هذه ويستفاد منها أكثر على المستوى المحلي الذي يعتبر البوابة الرئيسية للمستوى القاري، حتى يعود مجددا ويحقق الحلم الأكبر وهو الفوز بكأس العالم، لأن تاريخ النادي الأهلي يسمح له ذلك إن شاء الله. إن شاء الله.